لو الحكاية فيها إن فيتو. طب مش ده يستحق شوية اهتمام؟ طب هل أترك العمل التراثي وأخليني في العمل الفكري والثقافي العام؟ طب نجاح عزازيل كان مدون ومع هذا قاعد اشتغل في اللاهوت العربي، على عكس المظنون به الناس بقى تعمل بقى الجزء الثاني والجزء الثالث. انا عندي قضيه ورا ده، فاذا باللاهوت العربي في 2010 يبقى اعلى الكتب العربيه توزيعا، وكتب في يعني المفروض انه دقيق يعني شويه، او مش في موضوع لذيذ كده وسهل وبدأت الناس عايزة الهدف، عملت النبطي وبدأت من أيامها إني أعمل أعمال روائية وأعمال فكرية عادية، وإني أقرب المسافة بين الاثنين يوم بعد يوم لمخاطبة الواقع العام، لأن اكتشفت إن الواقع العام أصبح سلاح فتاح في يد الظلاميين والسياسيين وأصحاب الاتجاه، إنه بيستعملوا الجهل ده ضد أي استنارة، الاستنارة بتهدد أكل عيشهم. فأنت لسه عايز الناس تقرا ولسه عايز الناس تفكر ولسه عايز الناس تعيد بناء المفاهيم. إحنا مبسوطين بالمفاهيم كده، إحنا بندافع عن الثوابت. طب يا جماعة ثوابت إيه؟ ما إحنا تخلفنا خالص أهو، الثوابت دي فخلينا نعيد نظر. لا ما نعيدش،